وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه. يا دكتور برحب بيك في هذه التغطيه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك شهند وكل مشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. يعني كيف طبعت الهجمه الاسرائيليه على موظفي الاغاثه الذين يعملون في المطبخ العالمي ومقتل 7 من الذين يعملون في المنظمه وكل التنديدات الاوروبيه والبريطانيه وايضا دول اخرى من جنسيات هؤلاء العمال وايضا الموقف الاسرائيلي يعني بعد هذه الهجمه يعني موقف ضعيف للغايه؟ تفضل. في الواقع شاهد أن جريمة إسرائيل ضد أعضاء المطبخ المركزي العالمي الذين يقدمون الغذاء والإغاثة لشعب غزة في ظل هذا العدوان بتعكس أولا وحشية الجرائم الإسرائيلية ووحشية هذا الاحتلال وانتهاكه لكل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف التي لا تمنع تماما استهداف المدنيين أو المنظمات المدنية أو عمال الإغاثة وغيرهم، وتعكس حقيقة استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة أولا في تحدي المجتمع الدولي والشرعيات الدولية والقانون الدولية، أيضا في سياستها الممنهجة المتعلقة باسترداد سلاح الجوع ضد الفلسطينيين ومنع الغذاء والدواء وكل أشكال الحياة عن الفلسطينيين في خطة خبيثة ممنهجة لكسر صمودهم أولا وللعمل على دفعهم نحو أن تنفيذ مخطط التهجير القسري ثانيا. أيضا هذه الجريمة هي جزء من سلاسل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ عدوانها على غزة في 8 أكتوبر الماضي، ورأينا كيف فقط أنها يعني هناك أكثر الآن 33,000 شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وهذا كله يعني يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية وضد كيان الاحتلال. النقطة الثانية أيضا أن إسرائيل عندما تستهدف المدارس ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا والمنظمات الإغاثية العالمية هي بتعكس حقيقة هذه السياسة الممنهجة في تجويع الفلسطينيين بحيث أنه من لم يقتل بالرصاص والقصف يقتل بالجوع والمرض. ثم النقطة المهمة هنا في هذا الإطار هو رغم رد الفعل الغرب رغم الإدانات ورغم الانتقادات إلا أن أيضا الرد الإزدواجية الغربية ما تزال موجودة، يعني الغرب الآن ينتفض ضد عمال إغاثة أجانب لم ينتفض ضد استهداف أكثر من 33,000 فلسطيني منذ بداية هذه الحرب، وأيضا رد الفعل يطالب على استحياء بتحقيق ثم تقدم إسرائيل وتقول أنه خطأ دون محاسبة حقيقية لهؤلاء القتلة وهؤلاء الذين قاموا باستهداف هؤلاء. أيضا لابد من يكون هناك تغيير حقيقي في المواقف ويترجم ليس فقط في مجرد إدانة إسرائيل أو طلب بتحقيق ولكن أيضا بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على إدخال المساعدات الإنسانية على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وأيضا عمل على إعادة تمويل الأونروا، وبالتالي هنا الجانب الغربي وإن كان بيدين نظرا لاستهداف مواطنين من هؤلاء يعملون في هذا المنظمة الدولية المطبخ العالمي إلا أن رد الفعل لا يتناسب تماما مع حجم الجرائم الإسرائيلية المستمرة والمنهجة، وبالتالي هنا الخطورة أن هذا رد الفعل الضعيف وهذا عدم اتخاذ إجراء وعدم محاكمة إسرائيل بشكل واضح في المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه جرائم حرب، هذا بيشجع كيان الاحتلال على الاستمرار في جرائمه في المضي في ارتكاب المجازر الجماعية التي نسمعها ونشاهدها والعالم كله شاهدها يوميا. هو نفس الخطورة لأن إسرائيل طالما أنها استمرت بمنع الحساب طالما أنها استمرت بمنع عن العقاب ومعاقبة هؤلاء فستظل وتستمر في ارتكاب المجازر الجماعية والمجازر ضد الفلسطينيين وضد كل من في قطاع غزة بين مدني ومسلح، وإنما بات سكان غزة في وجهة نظر الاحتلال كلهم أهداف يقومون باستهدافهم سواء بالقصف أو بسلاح الجوع. صحيح. دكتور كيف تتابع جهود مصر المبذولة في نطاق يعني كبح الحرب المرتقبة أو الهجوم المرتقب على رفح الفلسطينية وأيضا إقامة هدنة لوقف إطلاق النار الدائم في الأراضي الفلسطينية؟ الواقع شهندة في وصف هذا التخاذل الدولي وهذه مسيرة المعايير الدولية والتسييس الإنسانية من قبل الدول الغربية سواء في تعليق تمويل الأنروا أو الصمت أو التجاهل أو التراخي أمام جرائم إسرائيل والمجازر الجماعية وحمام الدماء وسفك الدم الفلسطيني، في وسط هذا المشهد القاتم يظل النقطة المضيئة حقيقة هو الدور المصري المتحرك منذ اليوم الأول فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على وقف العام في إطار فقه الأولويات للدولة المصرية والرئيس السيسي في وقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات وتخفيف العبء عن السكان في قطاع غزة في ظل
هذا الحصار وهذه الموجة غير المسبوقة من الجرائم الجماعية ضد الإنسانية. أيضا تحرك مصر على المستوى السياسي والعمل على تفعيل الحل السياسي وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو مؤكد عليها الرئيس السيسي مرارا وتكرارا باعتبار أنه الحل الجذري والشامل لهذا الصراع. أيضا على المسار الأمني منع توسع الصراع إقليميا، ساعد مصر أيضا على مسار القانون الدولي في كشف جرائم إسرائيل وكشف جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، ورأينا المرافعة المصرية. حركت أيضا مصر على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة وصدور قرارات لطالب بوقف إسرائيل لعدوانها. أيضا حركت مصر على مسار حشد الدعم الدولي، ورأينا أن القاهرة دائما كانت محطة لزيارات كل المسؤولين وهي مركز القرار ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تغير المواقف الدولية وأن تظهر الصورة الحقيقية للكاشف لهذا الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، ضد شعب أعزل كل ذنبه أنه يطالب بتقرير مصيره وحقوقه المشروعة في إقامة دولته. وبالتالي العالم الآن هو بيدفع ويجني ثمار هذا الازدواجية والتراخي أمام إسرائيل، عندما حتى طال الإجرام الإسرائيلي حتى عمال ومواطنين من هؤلاء الدول الغربية أنهم صمتوا منذ البداية عن جرائم إسرائيل لم يتحركوا. كانت مصر تحذر دائما من البدايه، ومنذ اليوم الاول قال الرئيس اتذكر في مؤتمر صحفي مع المستشار الالماني ولاد شولز، قال ان اسرائيل تجاوزت مبدا الدفاع عن النفس الى سياسه العقاب الجماعي، ومع ذلك دائما الغرب لم يتحرك، المجتمع الدولي تراخى، وهناك يعني التسييس للاعتبارات الانسانيه وحياز اسرائيل. كل هذا حقيقه ادى الى تفاقم هذه الازمه وتفاقم هذه الماساه الانسانيه التي يعيشها شعب قطاع غزه. ومع ذلك رغم كل هذه التحديات فإن جهود مصر مستمرة حثيثة على كل المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية والقانونية والدولية، وهما يعكس حقيقة أن مصر تظل وستظل هي دائما القلب صلب وصمام الأمان للقضية الفلسطينية، وهي الداعم الأكبر إنسانيا والداعم سياسيا. وأنا في اعتقادي بكل صراحة القضية الفلسطينية كانت في مهب الريح وكانت يتم القضاء عليها تماما من قبل حكومة الاحتلال وهذه المجموعة لولا حائط السطو المصري، ولولا أن مصر كشفت الحقيقة وأظهرت أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب وأنه يتجاوز الدفاع عن النفس، وأيضا العمل الآن على تغيير القرارات الدولية والتحركات الدولية في ضرورة الحل السياسي والاعتراف بدولة فلسطينية، وهما انعكس حتى في تغير المواقف الدول الأوروبية التي كانت مؤيدة في البداية لإسرائيل. وبالتالي نحن الآن بين صراع بين طيارين في العالم، طيار الوسطية والاعتدال الذي تقوده مصر ويميل إلى السلام والاستقرار ورفض هذه الجرائم، وبين طيار المتشددين الذي تقوده حكومة الحرب الإسرائيلية وتريد إشعال المنطقة. ووسط هذا هناك مواقف غربية متباينة تبدو خطابا ربما يعني يختلف تماما عن الواقع من سياسات تبدأ ما زال تدعم إسرائيل أو على الأقل تتغاضى عن جرائمها ضد الفلسطينيين. صحيح دكتور، بالحديث عن الغرب دائما ما كان يقول الرئيس السيسي والقيادة السياسية أن هذه الحرب لن تحمد عقباها وأنها ستؤثر على المنطقة ككل، شهدنا لبنان، العراق، ما يحدث في البحر الأحمر وكل المدن المحيطة بنا، ولكن أيضا يعني أن يصل الألم إلى عقر دار الأوروبيين أنفسهم، وأن يعني هذه الهجمة التي طالت مواطنين أوروبيين من دول عدة، أستراليا، بريطانيا، بولندا، منهم أيضا مواطن أمريكي، كل هذه الخطابات شديدة اللهجة إلى إسرائيل بتحقيق شفاف يعني بالضغط بوقف الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل فقط لأن مواطن أوروبي أو مواطن بريطانيا أو أمريكي يعني عائلته ستفتقده، نتحدث عن 33,000 شهيد، يعني كيف ترى هذه وجهة النظر هذه؟ بالطبع يا شاهندة، حرب غزة كشفت عورات النظام الدولي، كشفت وسقطت الغرب وما رفعه من شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية ويعني الحقوق العالمية وغيرها كلها سقطت وانهارت في قطاع غزة حقيقة أمام نزيف الدم الفلسطيني. عندما تغرب تحرك الآن الغرب ويصعد لهجاتي وخطابي يعني بعد مقتل يعني عدد طيب ما يقابل 6 أو 7 من موظفيه، طبعا هو عمل مدان ونرفضه جميعا ويمثل جريمة حرب إسرائيلية. لكن عندما يقوم الغرب في الصمت أو التجاهل وكأن الدم الفلسطيني وكأن دمه يعني لا يستحق مثل هذا الاهتمام، لأن المفترض أن المعايير واحدة لا يوجد تمييز بين دم الفلسطيني ينزف من قبل الاحتلال أو دم غيره، الكل الآن هو ضحية للجانب الإسرائيلي، لكن تظل المعايير الغربية للأسف دائما تتحرك. وهذا ما رأينا حتى في مشكلات جديدة عندما أيضا في الإرهاب، عندما كان الإرهاب يضرب الشرق الأوسط تحرك الغرب، وعندما بدأ الغرب الإرهاب يضرب الدول الأوروبية بدأ هناك تحرك. وبالتالي هنا الجانب الغرب وتحركه الأخير وهذه الانتفاضة وهذه الهجمة وهذا الانتقاد بعد عملية المطبخ المركزي ومقتل مواطنين على أي
إسرائيل هو بيعكس حقيقة أن الغرب بحاجة إلى مراجعة سياساته في التعامل ومعالجة الأزمة من جذورها، لأن إذا لم يتخذ موقف حاد سواء فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل ووقف الأدوية أو فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية أو فيما يتعلق بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لها، هذا سيشجع إسرائيل على تكرار مثل هذه الجرائم ومع كل الفلسطينيين وغيرهم. لكن انا في اعتقادي هناك ازدواجيه غربيه وهذا جزء من المشكله حقيقه وجزء من الازمه، لكن في نهايه المطاف الشعب الفلسطيني الصامد رغم هذه التضحيات ونزيف الدماء الا ان الفلسطينيين هم سينتصرون في نهايه المطاف. هذا الاحتلال الزوال، هذه الازدواجيه الغربيه ستدفع ثمن حقيقه مثل هذه المواقف، لان اسرائيل اذا لم تجد قوه حاسمه ورادعه ومن المجتمع الدولي فإنها ستستمر في هذه الجرائم الممنهجة التي يدفع ثمنها الآن الغرب من مقتل المواطنين. وأنا في اعتقادي أن هذه الأزمة كشفت حقيقة حقيقة ما يجري في قطاع غزة وانهارت كل السياسات الإسرائيلية، أن إسرائيل تقود تستهدف الجميع لا تميز بين أي أهداف مشروعة وغير مشروعة، الكل في غزة الحجر والبشر، كل الأهداف المدارس المستشفيات، الكل الآن هو في عين في سواهة مدفع الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. وهذا بدأ الغرب يدركه مؤخرا، لكن الثمن سيكون غاليا إذا لم تحدث تغيير جذري في هذه السياسات الغربية. صحيح الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الإضافات والمعلومات.